ألقت قوات الأمن المركزي أبو سليم القبض على 13 شخصا من مروجي المخدرات، وذلك بعد ورود معلومات عن حيازتهم لمواد مخدرة. وأكد مسؤول وحدة التحري لطفي الحراري أن المواد المضبوطة تشتمل على حبوب ترامادول إكس تي سي وحوالي 3.5 كيلوغرامات من مادة الحشيش. من جهة أخرى قال إن المتهمين تمت إحالتهم للتحقيق لتحويلهم للنيابة العامة. يشار إلى أن الجهات الأمنية بمدينة طرابلس تشن حملة واسعة على تجار المخدرات، نتج عنها القبض على الكثير من المروجين وتجار المخدرات. وينضم إلينا عبر الهاتف السيد عبد السلام المسعودي، معاون رئيس فرع الأمن المركزي أبو سليم. مرحبا بك سيد عبد السلام. مرحبا بك أخي الكريم وبمشاهديكم الكرام. أهلا وسهلا بك. لو أطلعتنا أكثر سيد عبد السلام يعني عن هذه العملية التي ألقيت فيها القبض على 13 شخصا من مروجي المخدرات. نعم أخي الكريم، طبعا في إطار الحملة على مكافحة المخدرات والمؤسسات العقلية من قبل أعضاء الأمن المركزي أبو سليم، تم هذه الضبطيات وهي حصيلة أسبوعين الماضية على الأكثر، وتم ذلك بالتعاون مع أعضاء مكتب مكافحة المخدرات أبو سليم، وقوم عليهم أخي الكريم أغراق بالمخدرات في غياب القبضة الأمنية كاملة. وهذه جهود مكافحة المخدرات لا تتم عن طريق القبض فقط، هذه تحتاج إلى جهود كاملة من حرس الحدود ومن غيرها من الأجهزة الأمنية أخي الكريم. هل الذين تم القبض عليهم من جنسيات أفريقية أو أجنبية أو كلهم ليبيون؟ لا نعم، هناك ليبيين وهناك جنسيات أخرى عربية وأفريقية أخي الكريم. هذا فيما يتعلق بما مخدر نوع الهيروين أو الأقراص المخدرة هذه كما تعرضوا في تقريركم هذا. طيب يعني هل هذه المجموعة هي مجموعة منفردة منعزلة أم أنها تعمل ضمن شبكة من عصابات تهريب وترويج المخدرات؟ نعم أخي، هذه المخدرات وغراقة السوق الليبي بها هذه ليست من فراغ الكريم، هناك يد خفية تسعى في غياب القبضة الأمنية كما ذكرنا في ليبيا، تسعى لإغراق السوق الليبي أو ليبيا بالتحديد، والمستهدف كما هو معلوم أخي شريحة أو فئة الشباب بالتحديد. طيب يعني هل توصلتم من خلال التحقيقات مع هؤلاء المقبوض عليهم إلى مراكز تمويل ويعني تصدير أو توريد هذه المخدرات؟ أخي هذا يحتاج إلى جهود كبيرة أخي، فنحن جهدنا يقتصر على مكافحتها الموجودة كما ذكرنا، هذه تأتي أخي من الحدود من مختلف نوع الحدود في غياب القبضة الأمنية كاملة من حرس الحدود أو ربما التواطي مع هؤلاء في إدخال المخدرات إلى ليبيا، فدورنا يقتصر أخي هذا يحتاج إلى جهود كبيرة. دورنا طيب، كما هو تشاهد معلوم كله يقتصر على القبض والإحالة إلى النيابة أخي الكريم. من أين ترد يعني هذه الكميات من المخدرات الترامادول أو الهيروين أو غيرها من الحشيش؟ يعني ما هي أهم المصادر أو الدول التي تأتي منها هذه المواد؟ الحدود أخي مفتوحة على مصريها سواء البحرية أو البرية، فتأتي مختلفة حقيقة من دول الجوار ليبيا بالكامل، هي من تقوم يعني بتوريد هذه الكميات إلى ليبيا أخي الكريم. وخير دليل على القوة الأمنية المرابطة على الحدود هي وكما تعرض في وسائل الإعلام الأخرى الضبط الأول هذا أحيانا وما يذكر غيرها الكثير أخي. طيب سيد عبد السلام، ماذا عن إمكانياتكم المتوفرة لديكم؟ هل هي إمكانيات تعتقدون بأنها جيدة، تحتاجون إلى مزيد من الإسناد والدعم من الجهات المسؤولة؟ ما هي رسالتكم في الأمن المركزي إلى الجهات، إلى الحكومة، إلى الجهات المسؤولة، إلى المواطنين يعني تحتاجونه من أجل القيام بعملكم بشكل أفضل؟ نعم أخي الكريم، الحقيقة كما هو معلوم الجهود التي يقدمها أعضاء الأمن المركزي أبو سليم وتشهد له مراكز الأمن الوطني في طرابلس أو مكاتب مكافحة المخدرات، لا توجد أصدقاء في القول أخي الكريم، لا توجد لدينا أي إمكانية. وفقط شيء لطيف بالنسبة للوزارة، نحن لا نلوم كثيرا لأننا نعرف في الظروف هذه جيدا، لا يوجد دعم، نشتغل بإمكانيات متواضعة جدا وبجهود المخلصين والواعظ وطني وأخلاقي لأكثر أخي الكريم. شكرا جزيلا لك سيد عبد السلام المسعودي، أتمنى لكم التوفيق في أداء مهامكم. سيد عبد السلام المسعودي معاون رئيس فرع الأمن المركزي أبو سليم كنت معنا عبر الهاتف.